وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العلاوي. سيد أديب، مرحبا بك معنا. أهلا بكم، تحية لكم، تحية للمشاهدين. أهلا بكم. بماذا تفسر هذه الضربات الجوية العنيفة على محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها في محافظتي حماة واللاذقية في وقت خفض التصعيد في هذه المناطق وهذا التوقيت بالذات؟ يعني دعني أقول أننا قلناها سابقا ونعيد ونكرر ونقول بأن يعني روسيا ليس لها يعني لا عهد ولا ميثاق، لا هي ولا النظام، وبالتالي هذا انقلاب على اتفاقها مع تركيا، إن كان اتفاق في أستانا وإن كان في سوتشي. يعني الحقيقة انقلبت تركيا على هذا الاتفاق، وخاصة بعد يعني اجتماع أستانا الأخير كان هناك عدم يعني توافق دعني أقول بين تركيا وبين روسيا، وروسيا الحقيقة هذا الانقلاب انقلب عليها أيضا، يعني حاولت أن تصنع واقع جديد في المنطقة في ريف إدلب الجنوبي وفي ريف حما الشمالي، وقامت بهذه يعني الهجمة الشرسة الهمجية الحقيقة التي يندى لها الجبين الإنسانية، لأنها لم تقصف ولا مرة على مواقع الثوار، بل هو القصف كان مركزا دائما على البنى التحتية، على التجمعات السكنية، على الأسواق التجارية، على المساجد، على المدارس. هذا ديدن روسيا، هي دائما تحاول أن تهجر المواطنين الأمين المتواجدين في المنطقة. وبالتالي أنا أقول هذا الانقلاب الحقيقة حاولت فرض واقع جديد لروسيا، لكن الحقيقة بالدعم التركي، ويعني دعني أقول هنا يعني ألقي الضوء على نقطة هامة جدا، أن الثوار عندما يكون الحقيقة يعني لهم داعم فقط يمكن أن يقلبوا الطاولة على روسيا وعلى الميليشيات التي تقاتل مع روسيا. قبل أن نصل إلى هذه النقطة سيد أديب، دعنا نفسر لماذا طائرات الضامن الروسي قصفت المدنيين جنبا إلى جنب مع طائرات النظام؟ ما أهداف روسيا من تهجير المدنيين من مناطق خفض التصعيد؟ يعني روسيا التي انقلبت على سوتشي وعلى أستانا هي تحاول تهجير سكان هذه المنطقة من المنطقة تقدم واحتلالها من جديد بعد الاتفاق مع تركيا بأن هذه منطقة خفض التصعيد، ويفترض أن يكون قوات وميليشيات النظام والميليشيات التابعة لروسيا بعيدة أقل من 15 كيلومتر. لكن في الحقيقة روسيا لم تستجب لهذا الطلب منذ بداية اتفاق خفض التصعيد، وبقيت قوات النظام وأسلحته الثقيلة وميليشيات التابعة لروسيا الفرق الخامس والسادس قريبة وعلى حدود منطقة خفض التصعيد، وبالتالي هذا كان من البداية خرق، وقامت روسيا والميليشيات الموالية لها بخرق هذه الاتفاقيات أكثر من مرة. لكن الآن هناك هجمة شرسة لاحتلال هذه المنطقة، تهجير أهلها أولا، ومن ثم التقدم باتجاهها من خلال الميليشيات والسيطرة عليها. لكن الحقيقة انقلب السحر على الساحر، ولم تستطع روسيا وميليشياتها التقدم إلى هذه المنطقة، وعند تقدم الحقيقة باءت بالفشل واندحرت وانهزمت هي وقوات الميليشيات. ولاحظنا هذا الانهزام والاندحار كيف هربوا بشكل كيفي، يعني هروب كيفي بمعنى انهزام واندحار لهذه القوات والميليشيات أمام مجموعات قليلة من الثوار. دعني أقول أن ليس كل الفصائل هي مشاركة في هذه المعارك، ولو كانت مشاركة في هذه المعارك أعتقد أنهم لن يتوقفوا إلى حتى الوصول إلى مدينة حماة والوصول إلى مدينة اللاذقية. وبالتالي أنا أقول أن عملية انقلاب روسيا انقلب السحر على الساحر، وروسيا خسرت كمرحلة أولى وهي مصرة الآن على المتابعة. لكن هذا الإصرار أعتقد أنه سينقلب مرة ثانية وستستنزف روسيا إذا ما بقيت على هذا الحال، إذا ما بقي الثوار على القتال بهذه الطريقة والتكتيك الجديد والصحيح، وهو مجموعات صغيرة واستخدام الأسلحة النوعية والكمائن. أعتقد أن سينقلب السحر أيضا مرة جديدة على الساحر، وستقوم يعني الثوار بتحرير هذه المنطقة مرة أخرى، ولن يتوقفوا ولن يوافقوا على الهدنة حتى يتم تحرير كامل المناطق. يبدو سيد أديب أن هذه المنطقة مهمة بالنسبة للنظام وبالنسبة لروسيا، حيث أن النظام وروسيا نفذوا 600 ضربة برية وجوية على بلدة كفر نبودة، وهذا تزامن أيضا مع هجوم من النظام. ما أهمية البلدة كي تحاول الأطراف السيطرة عليها بهذا الشكل؟ يا سيدي، هي يعني دعني أقول هي رأس سهم، وهي عقد الطرق، وهي منطقة تبدأ من أجل التقدم والتوغل باتجاه خان شيخون شرقا وشمال، أو باتجاه الشمال الشرقي، وحتى الوصول إلى معرة النعمان، هذا ما تخطط إليه روسيا،
وغربا من قلعه المضيق باتجاه جبل شحشبه للسيطره والوصول على حرش الكركات والكركات وبالتالي الى جبل الزاويه والى مدينه جسر شغور. هذا المخطط الذي تقوم به روسيا للسيطره على وصول الى معره خان شخو ومعره النعمان من جهه، ومن جهه اخرى الوصول الى جسر الشغور، وبالتالي السيطره على الطريقين الدوليين، طريق دمشق حلب وطريق اللاذقيه حلب، وتكون روسيا قد حققت اهدافها التي تسعى اليها. ولكن حقيقه اعتقد ان الثوار اوقعوها في شر اعمالها، وهناك حقيقه اكثر من منطقه قتل، ما يسمى بمنطقه القتل، تم استدراج القوات الميليشيات الروسيه اليها وتم قتلهم، وهناك الغنائم كثيره لدى الثوار، وهناك خسائر كبيره الحقيقه لدى الميليشيات الروسيه المتقدمه الى هذه المناطق، ولا تزال معارك كر وفر، واعتقد انها ستبوء بالفشل اذا ما تابعت روسيا هذه الهجمه الشرسه على المدنيين الامنين. اخيرا، كيف ترى تداعيات ذلك على المستوى السياسي؟ يعني للاسف طالما ان روسيا انقلبت على 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 استانا ولم تأبى حتى بالعلاقات التركيه، يعني اعتقد انه الان يعني هناك حلقه جديده، بمعنى اخر ان يعني الفشل الروسي وعدم الانسجام وعدم التوافق بين روسيا وتركيا في الحد الادنى، يعني دعني اقول الحد الادنى ما يقصد به اللجنه الدستوريه التي لم يتفق عليها من قبل تركيا، لانها تحاول ان تكون تاخذ، يعني نحن نعلم ان اللجنه الدستوريه هي 150 عنصر، تحاول روسيا ان يكون 50 يعني عنصر من النظام و50 عنصر من او 50 شخص من المعارضه، وال50 الاخرين يعتبرون يعني من الطرف الثالث، او دعني اقول من يعني المدنيين السوريين بشكل عام، فهذا لم تتفق عليه روسيا وتركيا، وخاصة لأن روسيا تحاول أن يكون الخمسين الأخيرة هي لصالح روسيا وليست لصالح تركيا، وبالتالي أنا أقول هذا عدم الانسجام سيؤخر على العملية السياسية، وخاصة أن روسيا لم تلتزم في العديد من المناطق بدءا من ترفعات وانتهاء في ريف حما. شكرا جزيلا لك سيد أديب العليوي الخبير العسكري السوري.